السلام عليكم، معكم محمد كلاليب من باحثين السوريون. بهالفيديو راح ناخذ مختصر صغير ان شاء الله عن اللايف اللي صار تو من موضوع تجربة المستخدم وتصميم واجهات اليو اي، من هي اللي اليو اكس يو اي. هلا اول شيء، شو هاي اليو اكس يو اي؟ على ببساطة اليو اكس يو اي هي عبارة عن توصيف وتحديد جميع، طبعا احنا بالمجال الاي تي اللي عم نحكي نحن كنا فيه باللايف، هي توصيف وتحديد جميع وظائف وإمكانات التطبيق أو المشروع المفروض يتقدم للزبون وتحديد واجهته وتصميمها. أوكي، يعني في هنا ثلاث شغلات. أول شيء المفروض نحن نحدد شو بيشتغل التطبيق أو السيرفيس. ثاني شغلة نحدد شو هي الشاشات المفروض تشتغل فيها. وثالث شغلة نحن نصممها. أوكي، فهدول ثلاث أهداف نحن بيطلع معنا اليوزر إكسبيرينس. هلا كيف نعمل يوزر إكسبيرينس؟ على أول شغلة نحن إذا أجينا عند زبون، إنه كيف المفروض نخدمه بموضوع يوزر إكسبيرينس. ولنفرض هلا رح ناخذ احنا مثال صغير، انه حدا اجى لعندي بده يعمل، يعني الوضع مثل ما كنتم شايفين، وسكر مطعمه وبده هلا يعمل برنامج لحتى يحسن العالم من خلاله يطلب بيتزا. فهو شو اجى لعنا؟ قلنا هذا البروجكت اللي عندنا، بدنا يو اكس لهذا الموضوع. فشو المفروض اعمل؟ على اول شغله بعملها انا بكتب شيء اسمه كرياتيف بريف. الكرياتيف بريف هذا هو شغلته فعليا توصيف للمشروع اللي جاييني واللي المفروض انا اشتغله. شو يعني؟ يعني بهذا المشروع المفروض انا اوفر مين زبوني، شو هي الخدمه اللي بقدمها، مين العالم اللي هو مستهدفها، مين المنافسين اللي له، مين هني اصحاب القرار بالنسبه للشغل اللي انا المفروض سلمه، واخر شيء ميزانيات مواعيد تسليم. كل هذا الحكي بنحط بفايل واحد بفولدر واحد. اذا كنا ضمن مكتب فبالعاده بوقعه للطرفين، طالما احنا هلا عم نشتغل البيت ووضع يعني الفيروس وهالامور هاي، فبالعادي خلاص يعني بصير في اتفاق عليه انه هذا هو الدوكيومنت، يعني هاي كل فيتشرز المفروض نصها بهذا الابلكيشن او بهذا السيرفيس، ونخلصه وبعدين نبلش احنا نكود فيه. هلا مشان هذا الموضوع انا بنصح انه ينبعث في الايميل مشان يحفظ على النسخه عند الاثنين. هاي المرحله اللي بعدها نحن نعملها انه نصمم هذا التطبيق. طالما احنا حددنا جميع وظائف التطبيق من خلال الكرياتيف بريف، بعدين نحن نصممه. فهلا حسب الشركه اللي احنا بنشتغل فيها ممكن انه يكون اللي بصمم غير اللي بيحدد هاي الوظائف، انما ضمن المشاريع الصغيره والمتوسطه ضمن العالم العربي فغالبا بنجمع الاثنين بشخص واحد اللي هو اليوزر اكسبيرينس ديزاينر. شو بنعمل بهاي الستيج؟ نحن المفروض نعمل ثلاث شغلات ورا بعضهم، ثلاث ستيجات نحن بنخلصهم بعد ما نخلص اليوزر اكسبيرينس كلياتها. اول شغله واير فريمينج، ثاني شغله هي اللو فيدلتي ديزاين او الديزاين بشكل عام، ثالث شغله هي الهاي فيدلتي ديزاين اللي هي بروتوتايبينج. شو الفرق بين دول الثلاثة؟ قال هني عبارة عن ثلاث مراحل، ثلاث ستيجز لموضوع الديزاين. منبلش من الواير فريمينج. الواير فريمينج نحن بنجيب ورقة وقلم، غالبا المرصاص لانه كتير رح نمحي ونرد نرسم، وبنحاول ناخذ الفكر العام او شو هي الشاشات المفروض انه يشوفها الزبون بخلال هذا السيرفيس، تحصل هذا السيرفيس او هذا البرودكت. ولنفرض مثلا بمثالنا اللي حكينا عنه، ممكن هدول يكونوا هي عبارة عن هوم بيج، برودكت بيج اذا كان مثلا واحد بده يشوف شو من شو مصنوع مثلا الفيزا بالبيتزا، اذا كان في عندنا مثلا مكوناتها ممكن نشوفها. بعدها في عندنا التشيك اوت بيج والكارت بيج. الكارت مشان يحط هي عربه الشراء، والتشيك اوت مشان يعني يحول عربه الشراء هاي لطلب يدفعها او توصل للبضاعه او البيتزا يعني. فهدول اللي احنا عم نحددهم من خلال هاي الواير فريمينج. نحن اهم شغله بالنسبه لنا بالفريلانس، اهم ثلاث شغلات انه بالشغل الفريلانس هي الوقت، ثم الوقت، ثم الوقت. اوكي، اذا ما نحن الوقت اللي ما عم نقضيه عم نعالج زبون انه يا ترى الفيتشر هاي نحن عاملينها صح ولا ما صح، انه هاي الفيتشر عاملينها ولا ما عاملينها، اذا كنا راح نضيف هاي الفيتشر بالطريقه اللي هو بده اياها او نحن بدنا اياها. فالفكره انه هذا وقت نحن عم نوفره حتى لبروجكت ثاني مشان نطالع منه مصاري كمان. فبدي اقول انا بهذا الموضوع انه احنا الهدف من عمليه الواير فريم انه نخلص احنا الفلو اللي بدنا اياها بأسرع وقت ممكن. غالبا هذا الحكي المفروض ياكل من 4 ساعات لنهار كامل حسب حجم المشروع اللي حنا نتعامل فيه، لكن الهدف منه هو السرعة. اوكي، فما كتير ناخد عليه وقت، نهار واحد حاجته يعني يكون خاص تخمه نهار. ننتقل بعدها للمرحلة اللي بعدها اللي هي الديزاين العادي او اللو فيدلتي ديزاين. نحن شغلتنا باللو فيدلتي ديزاين ناخد هاي الديزاينات اللي عملتهم على الورق ونحولها لديزاينات ممكن نقدمها للزبون. هلا كيف نحن ممكن نقول شو هي الادوات اللي نحن بنستخدمها لهذا النقل؟ صراحة اني ابلكيشن، اثنين ابلكيشنز انا بنصح فيهم اللي ناويين يشتغلوا بهذا المجال من سوريا واللي هي فئتنا المستهدفة في بهذا الفيديو، اللي هني اكس دي وفيجما، رح نحكي عنهم باخر الفيديو. اوكي، هلا خلصنا احنا من موضوع نقلنا هذا الديزاين. هلا انا هذا الديزاين بقدمه للزبون، المفروض يرجع لي هو فيدباك انه احنا بدنا هيك او هيك او هيك.
بنعدل نحن بهذا الديزاين، بكون في عندنا تعديل سهل، لانه احنا في عندنا فلو واحد في اليوم، اثنين فلو وثلاثة فلو، فالموضوع المفروض تكون خفيفة، المفروض تكون ما كثير معقدة، لانه يعني بالنهاية نحن عم نحاول نطلع برودكت جديد. خلصنا هاي المرحلة، المرحلة الأخيرة هي مرحلة البروتوتايبينج، الديزاينات اللي شفناهم اللي عملناهم هلأ نحن بنطبق عليها المفروض الألوان حسب الهوية البصرية المتوفرة من عند الزبون، طالما هو مخلص اللوجو مثلا، إذا ما كان عنده لوجو فالمفروض يسلمني هذا اللوجو. اللي بعدها كمان نحن نعمل الانتراكشنز كلياتها المفروض تصير، إذا كان في انيميشنز الأدوات اللي نحن بنستخدمها إن كان اكس دي وإن كان فيجما، في عندهم انيميشنز، فنحن ممكن نعمل هاي الانيميشنز مع البوب ابس مع كل هاي الشغلات، بحيث إن نحن نحصل أقرب نسخة ممكن من البرنامج الشغال. هاي النسخة كل ما كانت أحسن، كل ما كانت أفضل، كل ما ريحت الفرونت إند ديزاينر، كل ما ريحت الباك إند ديزاينر، كل ما ريحت بال الزبون، إنه بالأخير هو بيعرف شو بده، شاف البرودكت قدامه. أوكي، وهذا أهم شيء الموضوع، إنه إحنا هون عم نوفر كتير مصاري، إنه بس فتنا مراحل الديفلوبمنت أي تغيير بياكل معنا كتير وقت، أما ضمن مرحلة اليو إكس ديزاين الموضوع أخف، يعني قد ما أكل معنا إحنا الديزاين تعديل وقت بتم أخف كتير من الديفلوبمنت. هلا خلصنا كل هذا الموضوع، طالعنا بروتوتايب، البروتوتايب اذا كان على الفيجما او على الاكس دي، فبالعاده ممكن نحن نطالع اللينك بنعطيه للزبون، وبنجمع كل الشاشات ضمن ملف بي دي اف واحد، وبالاخير بنقدم له اياه انه هذا هو الملف اللي موافق بشكل تام للكريتيف بريف اللي خلصناه اول شغله، بالعاده بتتم عمليه القبض للسعر اللي حطيناه باول المشروع. هلا بنرجع لموضوع الابلكيشنز، شو هي الابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها؟ انا احنا بنستخدم اثنين بالعاده، انا مصح فيهم ضمن سوريا. اول واحد هو الفيجما.com، فعليا هو موقع ما هو تطبيق، نزلوا منه تطبيق هلا، بس حتى التطبيق هو عباره عن بي دبليو اي. المهم يكون هذا الموضوع، المهم بالموضوع انه البرنامج سهل وبسيط وما في عندنا اي شيء معقد فيه، بيعتمد على نظام الاكستنشن بشكل كتير كبير. يعني اليوم في عندهم هني مثلا اظن كان في عندهم مثل ادوانز مثل كونتنت تريل واوسم اوسم ايكونز ومن هذا الحكي، بحيث انه تحصلوا اللي بتكون اياه بسرعه. اليو اكس الرائع هو اليو اكس اللي ما بيتعلمه حدا، المفروض يعرف يشتغل عليه بشكل اوتوماتيك بيعرفه. اوكي، زيك من لاعب مثل لينكدين وفيسبوك وتويتر، بالاخير عندنا نفس تقريبا نفس اللاي اوت للبوست او للمنشور. فاللي بدي اقوله انا لا تخترع العجلين مع حدا، هو الوقت اللي اليوزر عندك ما عم يستخدمه لحتى يتعلم تطبيقك، هو وقت عم يستخدمه يعطيك مصاري، فكل ما خففت هذا الموضوع كل ما كان افضل يعني لك ولصاحب الخدمة الرئيسية، يعني صاحب المشروع. تاني سبب بدي احكي عنه هو الـ XD، ادوبي XD عم ينتقل شوي شوي لحتى يكون واحد من اكبر البرامج المفروض انه اللي عم يستخدم بهذا المجال، خاصة مع الـ Extensions تبعوته والـ Add-ons تبعوته، كتير رائعين. ولا تستخدموا XD اذا ما كان في عندنا Extension. انا بنصح كمان نفوت على Behance، في عندهم في بروجكت كتير، في اثنين بروجكت كتير رائعين المفروض احنا نستفيد منهم، اللي هن شيء اسمه Wires والثاني اسمه الماتيريال ديزاين. الماتيريال ديزاين في عندنا هنا كمان موقع اسمه material.io، ممكن نفوت عليه ونشوف الكونتنت اللي احنا حاطينه من اروع الدراسات اللي انعملت لليوزر اكسبيرينس محطوطه على material.io. هلا اخر شغله، يعني كيف المفروض اروج لحالي؟ انا انصح اني اعمل اكونت باربع محلات المفروض ان استفيد منهم، الانستغرام باعتبار ان احنا بنشتغل شيء كرييتيف، فيسبوك لانه فعليا النشاط التجاري عم يصير في داخل الوطن العربي كثير ضمن الفيسبوك، ثالث شغلي هو اللينكد ان او اللينكدين، ما اعرف كيف كنت تلفظه. اللينكدين هو من افضل المحلات الموجوده لحتى الواحد يلاقي شغل. انا بفضل لا، اجاني شغل من فرنسا، واجاني شغل من الشام، واجاني شغل من كذا محل من خلال اللينكدين، رغم اني ماني حاط فيها الاكونت الرائع يعني. واخر شغلي هو البيهانس. اليوم اذا بنحكي نحن عن اي شيء له علاقه بالديزاين فغالبا بيهانس هو الستاندر، اذا ناويين نحن نحصل شغل من برا سوريا فالبيهانس هو الاساس. بننشر عليه بروجكت ونحط عليه وقت، انا بنصح يكون 3 بروجكت، وبنصح كمان انه ما نباشر مباشره بالفريلانس، ناخذ افكار عاديه ونحولها تطبيقات وبعدين نقدم للشركات تشتغل اونلاين، بحيث انه نحصل الخبره ونعرف نحن اساسا كيف المفروض الزبون يستلم هاي الدوكيومنتس كلياتها. هذا كل شيء كان اليوم مشان موضوع اليوزر اكسبيرينس، ان شاء الله اني ما اكون نسيت شيء، ولا تكون عافيه. See ya.